طبعا احنا هون في سور باهر. هذه سور باهر هون احنا بنلاحظ هون في جبل مكبر. جبل المكبر هذا الجبل اللي لما اجى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفتح القدس واستلم مفاتيح القدس اجى على هذا الجبل وكبر، ولذلك سمي هذا الجبل المكبر. هذا الان احنا في سور باهر، احنا فوق هذا يسعدنا وجودنا في هذا المكان الرائع. صوت الرياح عشان سامعين صوت الرياح. صوت الرياح. هو هون بصراحة بارد. حس برود في الجو. يعني احنا هلا بشهر 7 و10. هلا أذن المغرب بس الجو بارد. يسعدنا ويشرفنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا هون ننقل تحياتنا من سور باهر من جبل المكبر في القدس الشريف في فلسطين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه قدامنا المعلومات، هاي قبل ما نجي، هاي شايفين هون مستوطنة، هاي منطقة سور باهر، هاي بيوت سور باهر هاي المنطقة، وهاي مستوطنة، هذه مستوطنة بنيت على منطقة تابعة لسور باهر، يعني إسرائيل سطت على هذه الأرض. هاي أرض كانت تابعة لسور باهر، سطت عليها وبنت عليها هذه المستوطن الكبير اللي شايفينه قدامنا. المندوب السامي.